طيب لما تتزوج حابب تعيش مع أهلك ولا مع أهل مرتك؟ مع أهل مرتي في بيت منفصل. أول شيء ما هاخد راحتي مع مرتي، وأمها هتكون نقناقة وهتحرشها وهتحصل مشاكل كتيرة، وأنا أغنى عن المشاكل. أسوق مرتي أمشي بها الخلا ونكون مرتاحين. اهلا ومرحبا بكم اعزائنا متابعي زي السودان، وما كنتم سعيدة بجد تجدد لقائي معاكم. ما تنسونا من اللايك والشير ومتابعة القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. اعرف عليك. نور الدين علي محمد علي احمد. نور الدين، انت متزوج او ما متزوج؟ ما متزوج والله. طيب لو تزوجت والظروف جبرتك انك تعيش في بيت اهل مرتك، بترضى ولا لا؟ والله ما هارضى اكيد. ليه ما بترضى؟ طيب اول شيء ما هاخذ راحتي مع مرتي، وامها هتكون نقناقة وهتحرشها، هتحصل مشاكل كثيرة، وأنا أغنى عن المشاكل. أسوق مرتي أمشي بها الخلا ونكون مرتاحين. يعني أحسن حاجة إنك تتزوج تمشي الخلا. أيوة أحسن حاجة عشان ما في زول يتدخل. أكون قاعد لي مع مرتي في جبل ونكون قاعدين مرتاحين زي ما عاشوا أبونا آدم وأمنا حواء. يعني حتى ما عايز يكون عندك بيت. ما داير ناس بس أنا ولا ناس ولا بيت. أنا ومرتي بس. هسه طيب عندك واحدة حتتزوج الفترة الجاية ولا ما؟ هسه حاليا ما داير أتزوج. هسه ما داير أتزوج. داير أهاجر من البلد دي بصراحة. ما حد ابنيه؟ ما داير ولا ما حد ابنيه نهائي؟ نهائي. ليش زعلان كذا ليه طيب؟ بنيته. شكرا لك. اتعرف عليك؟ محمد عبد الرحيم. محمد طبعا انت ما متزوج. نعم. طيب لما تتزوج حابب تعيش مع اهلك ولا مع اهل مرتك؟ مع اهل مرتي. ليه مع اهل مرتك؟ عشان هي مرتي. يعني طيب ما عايز تعمل لك بيت براك وتكون اسرتك براك؟ بكون. طيب حتعيش براك ولا حتعيش مع اهل مرتك؟ ولا ما عايز تتزوج؟ ما عايز تتزوج. اصلا طريقة عايز اتزوج عايز اعيش مع اهل مرتك. وانا قل لي طيب بتزوج. طيب حتتزوج حتعيش وين؟ عايز تعمل بيت براك ولا عايز تعيش مع اهلك ولا مع اهلك؟ مع بيت براي. او عشان تريح راسك بالمرة. ولا عايز تعيش في بيت براك ليه؟ عشان نعرس. طيب اهو بعد تعرس عشان نجيب اولاد. لازم في بيت براك يعني ما عايز تكون مع اهلك؟ عايزه. انت عايش بس خلصت المدرسه ولا لسه؟ خلينا من العرس. خلصت المدرسه ولا لسه؟ لسه. في سنه كم؟ في تامن. ممتحن يعني السنه دي؟ اي. ربنا يوفقك ان شاء الله. امين. شكرا لك. اعرف عليك. احمد عبد الرحيم. محمد انت متزوج ولا لسه بتقرا؟ احمد. احمد. احمد انت متزوج ولا لسه؟ والله ما متزوج لكن دار زواج. هسه قريب يعني زواج؟ نعم قريب. هتعيش في بيت براك ولا مع اهلك ولا مع اهلها؟ بعيش براي. يعني محددين انت حتعيش براك؟ آه. ليه ما عايز تعيش مع اهلها ولا مع اهلها؟ والله اهلي ذي لهم كويسين. ما بقول لهم كافي. لكن انا اخير اقعد براي. انا براي بكون مرتاح مع اولادي ومع مرتي. خلي اقعد من بيتي لكن ما بنقطع من الناس بيتي. اكيد طبعا. هاي ويم. لكن انا بفضل انه انا اقعد براي. طيب. هاي ديش الخيار. شكرا. ديك العافية. هتعرف عليك. صلاح ابراهيم عمر محمد. استاذ صلاح انت متزوج ولا لا؟ انا متزوج الحمد لله. طيب عايش مع اهلك ولا مع اهلها ولا براكم؟ والله كنا عايشين مع اهلهم في شقه فوق، لكن حس حاليا مع اهلي. عايش مع اهلك؟ يعني انت جربت انك تعيش مع اهلك وجربت تعيش مع اهلك؟ ايوه الاثنين طبعا. والله طبعا لما تعيش مع اهلك بتكون مرتاح يعني نفسيا، وبتكون يعني مطمئن للحياه. اما اذا انت يعني سكنت معاهم او سكنت مع نسايبك طبعا فيها عبء كبير، يعني هم بيعتبروا انهم يعني انت يعني عبء عليهم. حتى اذا انت شغال وامورك، حتى لو انت شغال طبعا هم بيحسبوا حسابات كثيره، لكن طبعا هو الناس طبعا ما كل الناس واحد طبعا. طبعا احنا عندنا في السودان عامه يعني الناس يعني دائما مفروض الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك يعني ادوا وعينوا عليها، او يعني بيقولوا يعني من عال ثلاثه بنات وادبهن وزوجهن فله الجنه.
فعشان كده تربية البنات لها أثر شديد في حياة في ال... في ال... في حياة الإنسان وفي حياة المجتمع طبعاً. طيب حتى بعد الزواج يعني هي مفروض تكون لسه مع أهلها أو إنه عبء هيكون على أهلها؟ والله طبعاً إذا كانت مع أهلها وأهلها طبعاً متفهمين المواقف بتاعت الحياة يعني ما في أمانة يعني، لكن طبعاً الناس طبعاً عامة يعني النساء لما أول ما الزوجة لما تكون مع أهلها وبتحس بأنه هي شنو هي مسيطرة على كل يعني الجوانب شنو جوانب الحياة، وهي يعني معتبرة أنه الراجل ده زي ما بقوله لعبة في يديها طبعاً. كمالات عدد. أيوة كمالات عدد طبعاً. شكرا لك. الله يعطيك العافية، تسلم إن شاء الله. تعرف عليه؟ معك أحمد عبد الباقي. أحمد متزوج ولا لا؟ لا لسه سنجل. يعني حتتزوج قريب؟ والله على حسب الوضع وعلى حسب الدراسة، بعد نتخرج من الدراسة أولاً بعدك نفكر في الزواج. طيب إذا مر الزمن بيك لقدام وزوجتها وبعد زوجتها هتفضل إنك تعيش مع أهلك ولا مع أهلها ولا في بيت منفصل؟ والله بفضل إن أعيش في بيت منفصل. ليه طيب؟ لأنه هنا هيكون في مشاكل وهنا هيكون في مشاكل بسبب الأسرة وكده. لما تكون براك هتكون مرتاح طبعاً. أكيد طبعاً. أيوة. شكرا لك. العافية. أتعرف عليك؟ هيام آدم. طيب هيام أنت متزوجة ولا لا؟ ما متزوجة. طيب هيام إذا تزوجتي أنت هتفضل إنك تعيش عند أهلك ولا عند أهله ولا براك؟ والله ترضي تعيش يعني في بيت أهل راجلك؟ هاي ما عندي مشكلة عادي. ممكن تتقبل الحاجة. أنت في طبعك مسالمة ولا شريرة؟ لا والله مسالمة شديدة. لا ما عندي. حتى طيب هو إذا قال لك إنه تعيشوا في بيتكم أنت هيكون عندك مشكلة؟ أكيد لا. ما فارق معي. ما فارق معي هاي. المهم انه انت انسانه مسالمه وفي على كل الاحوال حترضي يعني بحاله. ايوه بالضبط كده ان شاء الله ربنا يسهل جمعنا ان شاء الله. تسلمي. اتعرف عليك. محمد عادل. محمد عادل ان شاء الله يعني ربنا طال في العمر وتزوجته. هتفضل انك تعيش في بيتكم ولا في بيت اهل مرتك ولا في بيت منفصل؟ في بيت منفصل. ليه طيب في بيت منفصل؟ عشان دائما المشاكل الزوجيه دي بتحصل يعني طبعا يعني كان كانت قريبه من اهلهم بتحصل مشاكل يعني احتمال يجي ولي بيكلم انه انا ما ارضى وهي طالما هي قاعده معي في بيتنا حصل برضه حتحصل مشاكل. اكيد طبعا لازم الواحد يكون منفصلين ونكون قاعدين في بيتنا عشان لا سمعت تقول لي سمعت من اختك لا سمعت من امك لا سمعت من ريح راسك بالمره. ايوه كذا افضل حاجه. طيب شكرا لك. تسلم كثير. اتعرف عليك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محجوب يا ابو عبد الله. طيب محجوب انت متزوج ولا لا؟ ما متزوج. اذا تزوجت هتفضل انك تعيش في بيتك براك منفصل ولا مع اهلك ولا مع اهل المراه؟ والله طبعا يعني عائله هي اهم حاجه. اكيد طبعا. وانا اكيد هعيش مع بيتي ومع مرتي لكن هخلي عائلتي غريبه شديد معي. يعني هتسكن قريب من اهلك لكن ما معهم في البيت؟ صح. طيب هسكن معهم بهذه الكيفيه. طيب ليه انت ما بتفضل انك تعيش مع اهلك مثلا او مع اهل مراتك؟ والله يا احيانا طبعا بسبب سوء تفاهم بجي بعد الخلافات. أكيد. فانا عاده ما بهب الخلافات عشان كده يعني بخلي العلاقه متوازيه لكن قريبات شويه. سليمان احمد سليمان امون. سليمان متزوج ولا لا؟ الحمد لله متزوج. عايش في بيتنا سابتك ولا منفصل؟ والله براي عايش عليه وحدي انا لانه المشاكل ما ينفع لا من اهلي لا من اهلها عايش بطريقتي وحيد. يعني حتى انت ما عايش في بيت اهلك عايش منفصل؟ اي منفصل براي. طيب ليه المشاكل بتبقى اذا الواحد عايش مع ناس؟ والله ظروف الدنيا ضغوطات بس انه لا نسمع منهم نمشي لهم كضيوف بس لانه لما يعيش بيك الصعبه اي لما نمشي لهم زادوا يكون مشتاقين ليه وانت تكون مشتاق لهم كده. لكن لما نكون قاعدين اكيد بيحصل مشاكل كل البعد محنا. اي والله العظيم عشان كده نحن ما قادرين حتى نفسك من المشاكل طيب شكرا لك. اديك العافيه. الحمد لله. محمد عبد الله ادم. استاذ محمد انت متزوج ولا لا؟ ما متزوج. طيب اذا تزوجت ان شاء الله هتفضل انك تعيش عند اهل مرتك بترضى حاجه؟ والله عايش ما عندك مشكله حاجة. ما عندي مشكله لكن يعني انا عايز اعيش عيشه مختلفه جدا عايش بطريقه مختلفه. تمام. كيف عيشه مختلفه؟ طيب يلا انا حالي دين هكون طوالي ازور. تمام. يمكن كل جمعه هكون معاهم حتى ولو كنت في الخرطوم. طيب انا اسال عمي سينار. تمام. اذا تزوجت والان استقريت في الخرطوم احاول امشي لهم كل جمعه. يعني انه حتكون انت زائر اهلك؟ حكون زائر حالي. ما هي الحاجه دي ما لي علاقه بزيارات الاهل لكن انت بترضاها لانه انت تكون عايش مع نسابتك عادي ما عندك خلاف في الحاجه دي؟ والله ما نسابتي لا مو بترضى. والله ما انا نفسي عايز اعيش حياه براي كده
عايز تكون منفصل؟ عايز اكون منفصل. يعني مع اهلك ولا مع اهلها؟ اي اكون منفصل في حياتي لكن اكون شنو متواصل بالنسبة. اكيد المواصله والزياره والحاجات. ايوه نعم. ايوه اكون على الدوام اواصله. طيب نعم شكرا. تسلم، يديك العافيه.